تعالوا بقى نروح نتكلم عن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج اللي استقر على اختيار عناصر المنتخب الاول لمرحله او لسن 17 سنه للشباب بواقع 23 لاعب في مختلف الاوزان بعد ما اجروا تجارب التصفيات بمشاركه مئات اللاعبين من مختلف الانديه ومراكز الشباب. الجدير بالذكر ان هذه الاختبارات اتعملت وفق الاجراءات الاحترازيه المتبعه من خلال المحافظه على قواعد التباعد الاجتماعي وعدم السماح سوى للاعبين فقط بحضور التصفيات عشان يقللوا مسألة الكثافة، مع إبلاغ جميع اللاعبين بالمواعيد المحددة لكل واحد منهم عشان يجري الاختبارات اختيار عناصر المنتخب. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الأستاذ محمد صبيح وهو رئيس اتحاد الكيك بوكسينج. صباح الفل على حضرتك يا فندم، أهلا بيك. صباح الورد مستر كريم، إزي حضرتك؟ سعداء بوجود حضرتك معانا. أنا عندي لحضرتك سؤالين بس مش أكتر. السؤال الأول، كيف جرت هذه الاختبارات وفقا طبعا للاجراءات الاحترازيه؟ ومن ناحيه ثانيه، ايه هي المعايير او المقاييس اللي بناء عليها حضراتكم اخترتم ال 23 لاعب في مختلف الاوزان؟ اول حاجه، احنا عندنا هدف اساسي اللي هو ان عوده النشاط من جديد من غير ما يبقى فيه اي اضرار على المجتمع. فاحنا في البطوله دي منعنا الجمهور وخلينا الحضور للاعبين فقط، وضيقنا على اضيق حدود، يعني على اضيق حدود، على اضيق حدود حضور اي حد غير اللاعبين. فكانت تجارب اختيار المنتخب القومي المصري، اللعبه اللي قعدنا سنين طويله ننتظر فيها كيان، بقى اول كيان في مصر بوكسنج، الاتحاد المصري كيك بوكسنج، واول منتخب مصري هو اللي حضرتك بتتكلم عنه دلوقتي. في معايير لاختيار المنتخب، في معايير فنيه ومعايير بدنيه، في مقاييس هتجرى للاعبين. احنا اولها، اول هذه المعايير البطوله. البطولة اتقدم في مصر عدد كبير من اللاعبين لتجارب لاختيار المنتخب القومي المصري. في التجارب دي شفنا، عملنا منافسات بشكل تصاعدي، يعني بنظام الخروج المغلوب من مرة واحدة، كان كل فائز مستمر معانا إلى أن احنا قدرنا نختار اللاعبين أو ثلاثة في الوزن حسب الكفاءات اللي احنا شايفينها ممكن تمثل مصر عالميا. الثلاثة دول هيخشوا مع بعض معسكر ويتعمل مقاييس ليهم عشان، وهيتعمل تدريبات ليهم، وهنعمل اعاده ثانيه لنفس الولدين اللي كسبوا، بحيث ان احنا ناخد منهم افضل حد موجود. طب يا فندم، بعد تاسيس الاتحاد مش المفترض يكون فيه فرق من الاعمار المختلفه؟ يعني ولا احنا بنتكلم على مجرد يعني ايه اللي بيحصل ده، ارهاصات او دي نواه لفرق من اعمار ومراحل سنيه مختلفه الفتره الجايه؟ بص يا فندم، احنا اتاسس الاتحاد يوم 28/1/2020. عملنا بعديها بايام اول دوره تدريبيه حضرها حوالي 500 لاعب. عملنا بعديها بشهر بس، شهر ثلاثه، اول حدث في تاريخ مصر حضروا 5000 لاعب. ليه قدرنا نعمل ده؟ لان احنا اللعبه دي في مصر موجوده بقى لها 20 سنه بس ما كانش ليها كيان، كنا لجان في حاجات اخرى. بعد التجمع ده اتفقنا ان اول خطواتنا ونجاحنا ككيان هو وجود منتخب قومي للعبه، وده هدف اساسي لاي اتحاد رياضي. فعملنا، اعلنا عن تجارب اختيار المنتخب القومي في ثلاث مراحل سنيه، مرحله تحت 17، مرحله تحت 19، مرحله فوق 19. التجارب اللي حضرتك بتتكلم عنها دي جزء من هذه التجارب. احنا بنعمل اختيار على كذا مرحله. المرحله الاولى من خلال مباريات احنا اتفرجنا عليها مع بعض واخترنا افضل عنصرين او ثلاثه في كل ميدان، ثم بيتعمل مقاييس وتدريبات للولاد دول عشان ننتقي منهم افضل عنصر. وفي الطريق واحنا ماشيين، كل ما بيبقى عند، يعني بنحاول كل ما بنلاقي عنصر مناسب يمكن ضمه لتجارب في المنتخب نقدر نعمل كده. ازاي؟ ان احنا نعمل بطولات مختلفه في كل محافظات مصر، فلو تبين لنا وجود اي عناصر كويسه هنعمل لها ماتشات مع اللاعب الموجود الاساسي. جميل. وطبعا يعني مجهودات الحقيقه يعني قيمه جدا، وبنتمنى لحضرتك ولكل القائمين على الاتحاد المصري للكيك بوكسنج التوفيق في الفتره اللي جايه ان شاء الله. بنشكر حضرتك والف مبروك تاسيس الاتحاد.